بالنسبه لبطاقه الجلب معنا من الناحيه القانونيه على اعتبار ان مدام جدولين الشيرني تم استدعاء من قبل قاضي التحقيق كمتهمه في الجلسه الاولى يوم 26 سبتمبر وتم تسلمها للاستدعاء قانونيا بصفه شخصيه <applause> وتم تاجيل لموعد ثاني لاستدعائها واستدعاها يوم 9 نوفمبر الخلفيه هي الحقيقه كانت في رساله انا كتبتها على رساله الى رئيس الحكومه مباشره على صفحتي وهي تتمثل في الفساد الذي كان بوزاره الشباب والرياضه والتي كانت يعني اخذت رواج سواء على المستوى الاعلامي او المستوى السياسي وتبين بالكاشف ان كل من شرطه كان صحيحا وثابتا وأكبر دليل إلى حد الآن هي ما كل ما قامت به هي أنها تم طرد جميع المديرين العامين والمدير المصالح المشترك لديها ثلاث معينات منزلية على أن خمس سيارات بحوزتها منها سيارة المدير جويني اللي كان وضعها على ذمة التصليح فلما رجع باش يأخذها يلقاها عند أختها في الكيف معناها هذه معناها والفساد المالي في خصوص ما تم المؤتمر للشباب اللي صار في جمرت والأموال الطائلة التي تم صرفها بدون أي يعني حتى منهجيه في الاستثمار هذيك وطريقه الصرف لـ 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 الاموال هذيك، حتى في نحكينا حتى على البنوات الليسونس اللي كانت مثلا تم تقييمها على اساس لكل وزير 400 لتر في في من حقه ان تكون على ذمته وهي تجاوزت بكثير وكثير الـ الـ يعني هذا الشرط الذي تم من من رئيس الحكومه، هذا كل احنا وثقناه بوث وثائق وتم نشرها ولأهميتها ولصحتها ولكن أن تأتي هذه المعلومات من مسؤولة في يعني في مكان معين وهي للرأي العام كلامها يعني لا يمكن قدحة على اعتبار أنها كانت مكلفة بملف الشهداء يعني حينما تعطي هذه الأرقام أني أنا تحصلت على مبلغ خمسة, دي خمسة مليارات يعني صحيح لانها كانت هي مكلف كاتبه الدوله مكلفه بملف الشهداء. اذا الراي العام بالنسبه لي ما تم تقديمه من قبلها كان صحيح. على هذا الاساس انا باعتبارها انها هي كانت مسؤوله. فانا قدمت شكايه وطالبتها بالوثائق التي تدل على اني انا تحصلت على تلك التعويضات.